you okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ الاء اسداها وصلى الله وسلم على خير خلقه وسيد انبيائه ورسله ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ضيافه كتاب والكتاب الذي اخترناه لهذه الحلقه الموسوم بموجز السيره النبويه والكتاب من اصدار العتبه الحسينيه المقدسه وطبع الكتاب ثلاثه طبعات وفي بيروت في عام 2012 وطبع كذلك في النجف الاشرف الكتاب الذي دعاني الى تاليفه و كتابته انه اعد كمنهج دراسي لطلبه العلوم الدينيه لا سيما الخطباء على الله شانهم ولتسليط الضوء على حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم بشكل موجز ودرس الكتاب في معهد الخطابه الحسينيه في العتبه الحسينيه المقدسه ومعهد الخطابه النسويه في العتبه العباسيه المقدسه وترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ويدرس أيضا في معهد الخطابة النسوية في العتبة العباسية المقدسة والكتاب هو من القطع الوزيري ويتضمن ويحتوي طبعا يتضمن ثمانية مباحث والكتاب يتكون من ثلاثمائة وخمسة عشر صفحة الكتاب في الواقع كما أسلفت ويتكون من ثمانية مباحث المبحث الأول تناولت فيه نشأة علم السيرة النبوية وتضمن جملة من المسائل المسألة الأولى تناولت فيها التأريخ في اللغة والاصطلاح عرفت مفردة التأريخ لغة واصطلاحا بعد ذلك انطلقت إلى تعريف مصطلح السيرة النبوية ومتى نشأ هذا المصطلح؟ وبعد ذلك انتقلت إلى بيان أن الوقائع الحياتية التي يمر بها كل إنسان لا سيما الأنبياء وسيدنا ومولانا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حياته تتضمن جنبتين ونوعين من الوقائع الوقائع التاريخية ويراد منها ما رافق هذه الوقائع من تواريخ كيوم ولاده النبي صلى الله عليه واله ويوم و وفاته صلى الله عليه واله وغيره من الايام التي استلزمت وضع تاريخ لهذا الحدث ثم الوقائع السلوكيه ويراد منها طريقته صلى الله عليه واله وسلم سلوكياته نمطه في الحياه هذه الوقائع يراد ايضا منها السيره اذا مصطلح السيره ينقسم الى قسمين القسم الاول هي الحوادث التي رافقت تأريخ وكتابه التأريخ لهذا الحدث في تحديد اليوم والشهر والسنه والوقائع السلوكيه ايضا هي تدل على سيره الانسان المساله الثالثه ما هو الهدف من دراسه السيره النبويه؟ طبعا الهدف من دراسه السيره النبويه هو يتفرع الى ثلاثه اهداف. هناك هدف تشريعي لاننا كمسلمين ناخذ التشريع من سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم وسنته صلى الله عليه واله وايضا هناك هدف عقائدي تؤخذ العقيده من خلال هذه السيره هكذا فعل النبي هكذا تعامل النبي هكذا تصرف النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم لا يخفى الهدف الثالث هو الهدف التربوي النبي صلى الله عليه واله وسلم كل رسالته هي قائمه على الاخلاق ولذلك اشتهر عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انتقلت بعد ذلك بعد بيان الاهداف من دراسه السيره النبويه وحياه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى بيان اهميه علم السيره النبويه وخطوره التحريف، لا شك ولا ريب ان سيره الانبياء سلام الله عليهم قد تعرضت الى التحريف والى الدس وكذلك سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم فلقد تعرضت الى التحريف والى الدس والى الحذف والى غيرها مما عبثت بها ايدي المتزلفه وايدي الظالمين. والقران الكريم يتحدث عن هذه الحقيقه في سيره الانبياء سلام الله عليهم حينما ناتي الى القران الكريم وناتي الى التوراه وناتي الى الانجيل نجد هناك تفاوت كبير في عرض سيره الانبياء لا سيما فيما يخص موسى الكليم سلام الله عليه لأنه الأقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك عيسى ابن مريم سلام الله عليهما. مثلا نجد في في التوراة ونجد في الأناجيل بأن فتنة بني إسرائيل سببها هارون سلام الله عليه في حين أن القرآن يبرئ نبي الله هارون من فتنة السامري. وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم ورد فيها من الاحاديث وان قطع كثير من المسلمين بصحة سند هذه الروايات الا انها تسيء اساءة كبيرة لشخص النبي صلى الله عليه واله وسلم على سبيل المثال تسابق النبي صلى الله عليه واله مع احد ازواجه فتسبقه مرة ويسبقها مرة وهذا يسيء الى النبي صلى الله عليه واله أو حمله أحد أزواجه على ظهره فتضع خدها على خده حتى تنظر إلى رقص الأحباش أو تبول النبي والعياذ بالله كما وصفته الروايات التي قطع كثير من المسلمين بصحة سندها أنه كان يقف ويتبول عن وقوف والعياذ بالله وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفعل حتى احتار الشراح شراح البخاري وشراح صحيح مسلم في ايجاد مخرج لهذه الروايه ولهذه الحادثه التي لا تتناسب مع ابسط مستلزمات القيم الانسانيه، وان يكون سيد الامه وسيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه واله وسلم بهذه الافعال التي وصفته بها تلك الروايات التي نبرا الى الله والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم منها او مثال ذلك انه يقدم له. صلى الله عليه واله وسلم الخمر فيقول انها حرمت عليه او يقدم له ما ذبح للانصاب وللاصنام ويمتنع عن الاكل وغيرها من المسائل المشينه لحياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك افردت دراسه مستقله حول هذا الموضوع سيمر بيانها ان شاء الله عبر هذا البرنامج. اذا اهميه دراسه السيره النبويه ودراسه متانيه ودراسه تقوم على التحليل وعلى التقصي والاستقراء هو الغرض تنقيه هذه السيره مما دس فيها من المثالب وفي الواقع الرزايا الكثيره التي تمس بشخص النبي صلى الله عليه واله وبقدسيته. ثم انتقلت في المساله الخامسه في المبحث الاول الى دراسه متى نشا علم السيره النبويه؟ وتناولت الآراء والأقوال في ذلك مما دعاني أيضا إلى لأهمية هذا الموضوع إلى إفراد دراسة مستقلة سيمر بيانها إن شاء الله وخلصت عبر ذلك إلى بيان جهود أئمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في نشأة علم السيرة النبوية كما سيمر بيانه إن شاء الله لاحقا في حلقة خاصة بهذا الموضوع في المبحث الثاني من الكتاب موجز السيرة النبوية خصصته لذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومولده الشريف والهدف من ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بيان طهارة هذا النسب وشرافة هذا النسب والرجالات التي ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك امهاته وجداته بابي وامي. وبعد ذلك انتقلت الى بيان مولده صلى الله عليه واله وسلم. وما رافق هذا الحدث من ايات آه ذكرها المؤرخون وكتاب السيره النبويه. المساله الثانيه تناولت فيها آه ما اختص به النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاسماء واسماء النبي صلى الله عليه واله كثر وهي تنقسم الى قسمين اسماءه التي وردت في القران الكريم كقوله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى وقوله تعالى في سوره ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم وايضا قوله تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا واسماه القران بنعمه الله اسماه القران بالمدثر بالمزمل وغيرها من الايات التي وردت في محكم التنزيل وهي تشير الى جمله من اسمائه صلى الله عليه واله وسلم. الصنف الثاني من اسمائه ما هو تحدث به وروي عنه صلى الله عليه واله من ذكره لبعض الاسماء. المساله الثالثه تناولت فيها ذكر مده حياته صلى الله عليه واله وسلم منذ ان ولد صلى الله عليه واله الى يوم استشهاده ووفاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته ثم انتقلت بعد ذلك الى المبحث الثاني في الكتاب وتناولت فيه ذكر ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم واولاده وتناولنا في حلقه سابقه فيما يرتبط بحياه ام المؤمنين خديجه بنت خويلد سلام الله عليها امة جمعت في امراه تناولنا في الجزء الاول ما ارتبط ببنات النبي صلى الله عليه واله وسلم زينب وام كلثوم ورقيه وفي هذا الكتاب بشكل موجز تعرفت إلى بيان ذلك فضلا عن ذكر القاسمي وعبد الله أب ولداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتقلت بعد ذلك إلى بيان والتعرض لذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ابتدأت ببيان الزوجة الأولى وهي سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وكما أسلفنا أن النبي عاش معها خمس وعشرون سنة ثم بعد أن توفيت صلوات الله وسلامه عليها أعرض النبي عن عن الزواج وبقى ثلاث سنوات حتى عوتب في ذلك وكان يقول ومن بعد خديجة فلقد كانت أم العيال وربة البيت ولقد رزقني الله حبها فجيء له صلى الله عليه واله وسلم من طريق اخر فقيل له ان فاطمه سلام الله عليها صغيره وهي بحاجه الى من يرعاها وكان لها من العمر خمس سنوات. ولذا تزوج النبي صلى الله عليه واله من سوده بنت زمعه وهي المراه الثانيه التي تزوج بها النبي بعد مرور ثلاث سنوات واشهر على وفاه سيدتنا مولاتنا ام المؤمنين خديجه سلام الله عليها ثم تزوج بعائشه بنت ابي بكر وزواجه من عائشه بنت ابي بكر كان في السنه الثانيه ثم تزوج بعد ذلك ببعض النساء اختلفت الروايات في ذكر عدد النساء التي تزوجهن النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد عائشه تزوج النبي من ام شريك، وام شريك هي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه واله وسلم، ونزل فيها قوله تعالى: وان امراه وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه واله وسلم، واعترضت عليه احد نسائه اعتراضا كبيرا، لانها وهبت نفسها للنبي. الرابعه هي حفصه بنت عمر بن الخطاب. ثم بعدها تزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان وأسمها رملة وكانت تحت عبيد الله بن جحش الأسدي طبعا حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها بعدما مات زوجها خنيس بن عبد الله بن حذافة السهمي كذلك أم حبيبة هي أرملة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة زوجها ثم الزوجة السابعة أم المؤمنين أم سلمه رضي الله تعالى عنها وهي بنت عمته أم سلمه بنت عمه النبي صلى الله عليه واله عاتكه بنت عبد المطلب وأمد الله في عمرها أم سلمه إلى ما بعد حادثة وواقعة ومأساه يوم العاشر التي استشهد فيها الإمام الحسين سلام الله عليه الزوجه الثامنه زينب بنت جحش الأسديه والتاسعة زينب بنت خزيمة الهلالية ثم العاشرة ميمونة بنت الحارث وأستمر في بيان بقية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه توفي صلى الله عليه وآله عن تسع نساء لأن بعضهن طلقهن وبعضهن صرحهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهن طلبنا لما نزلت آية التخيير بين البقاء مع النبي واختياره واختيار الاخره او اختيار الدنيا فإحداهن اختارت الرحيل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم توفي النبي صلى الله عليه واله عن تسع عن عائشه وحفصه وام سلمه وام حبيبه وزينب بنت جحش وميمونه وصفيه وجويريه وسوده هؤلاء النساء التسع التي توفي عنهن النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد ذلك انتقلوا في المبحث الرابع في ذكر اياته صلى الله عليه واله ومعجزاته، والايات والمعجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيره جدا، الايه من الايات ما وقعت قبل البعثه، ومن الايات ما وقعت بعد مبعثه، اما المعاجز فكلها هي بعد مبعثه، الفارق بين الايه والمعجزه الايه لم تكن باختياره صلى الله عليه واله وسلم. كتظليل الغمام للنبي حينما كان يمشي سلام الحجر والشجر عليه كان يمر كلما مر بحجر او شجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذه الامور ليست باختياره اما المعاجز فهي ما كانت باختياره باذن الله عز وجل كمجيء الشجره اليه لما امرها ان تاتي اليه وان تنقسم الى قسمين والحادثه يرويها ويحدث بها امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه في الخطبه القاصعه وغيرها من الايات والمعاجز الكثيره اوردت جمله منها وبيان الاثار العقديه والتربويه لهذه الايات والمعاجز، ثم انتقلت في المبحث الخامس الى ذكر المبعث النبوي وما اشتمل آه هذا المبحث على جملة قد اشتمل على جملة المسائل في دور آه سيدتنا مولاتنا أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها لما بعث النبي وتناولنا ذلك مفصلا في آه حياتها وموسوعة آه خديجة بنت خويلد ثم انتقلت إلى مرحلة التبليغ العام ومرحلة الإنذار ولما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين وانذر عشيرتك الأقربين وفي هذه الحادثة حادثة الدار يبين النبي الخليفة والوصي من بعده وهو الإمام علي بن أبي طالب بعد أن خيرهم على من يكون أخيه وناصره ووصيه إلى آخر الرواية الشريفة ثم ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد والمسلمون شعب ابي طالب الحجر على بني هاشم وخروجه الى الطائف عرض نفسه على القبائل وفاه خديجه ووفاه ابي طالب وقوله صلى الله عليه واله ما زالت قريش عاكه عني حتى مات ابي طالب رضوان الله تعالى عليه. أه ثم تناولته في المبحث السادس خروج النبي صلى الله عليه واله من مكه مهاجرا الى المدينه وفيه جمله من المسائل أه ابتداء بما تعرض له النبي من أه المكر كي يغتال ويقتل مبيت الامام علي على فراشه وسنتحدث بشكل مفصل عن هذه الحادثه أه خروج النبي وصوله الى إلى المدينة مرتبط بهذا الحدث من بناء المسجد سد الأبواب إلى باب علي سلام الله عليه زواج الزهراء من أمير المؤمنين في السنة الثانية ثم مسألة تحويل القبلة المسألة المبحث السابع في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازي رسول الله وسراياه كما اشارت النصوص التاريخيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الطبرسي ان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه واله بنفسه ست وعشرون غزوه وان جميع سراياه التي بعثها لم يخرج معها ست وثلاثون سريه وقاتل النبي صلى الله عليه واله من غزواته في تسع غزوات وهي بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف هذه الغزوات التسع قاتل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تناولت هذه الغزوات وطبعا بشكل يعني موجز ثم حادثة الغدير ونزول سوره براءه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثها مع ابي بكر فهبط جبرائيل يامره بان لا يبلغ عنه الا هو او احدا منه فارسل الامام علي سلام الله عليه خلف ابي بكر فاخذ منه سوره براءه وبلغ بها في مكه ثم حادثه المباهله وخروج النبي مع أهل بيته إلى نصارى نجران في قوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى آخر الآية المباركة وكذلك تجهيز واقعة الغدير تجهيز جيش أسامة والمبحث الثامن وبه ختمت الكتاب وهو مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته وتناولت في هذا المبحث ما قام به امير المؤمنين سلام الله عليه من تجهيز النبي وتغسيله وتكفينه ومواراته في حجرته الخاصه التي لزم المؤرخون عنها الصمت والتي خصصنا لها كتابا وبحثا ودراسه مستقله سيمر بيانها باذنه تعالى والحمد لله رب العالمين.